يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخول عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ورد أن جزءا من بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا فغطاه، فما هو؟ وهل هو دليل على أنه ليس بعورة ذاك الذي غطي؟ ما بين لنا ما هو المكشوف من بدن النبي صلى الله عليه وسلم. هو غطى المنكشف وقال إن الملائكة تستحي من عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم.